السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جيتكم بالبسطيله سيربريز والتي يبحث عنها جميع صديقاتي، ربما من غير سمعوا الفيديو يعرفوا شكون اللي تنقصد. تحيه لهم جميعا. اليوم البنات عندنا هذه البسطيله سيربريز، علاش تسمى سيربريز؟ لان فيها عنصر ديال الدجاج والقمرون. كما تقدر لكم البنات هناك عنصرين، دجاج وكروفيت، يعني الدجاج كيطيب المذاق ديال القمرون. كيختاروا الناس لان بارفوا كيكون الحوت طالع، يعني كيطا انسان كيدخل الدجاج مع القمرون. وصدقوني البنات كتجي روعه. غنخدمها بهذه اللاطه، شوفوا البنات هذه اللاطه اللي فيها الحفيرات. نبداو البنات بالمقادير. هنا عندنا البنات جوج كيلو ديال الخوده ديال الدجاج، يعني كتخدموا بالخوده ما تخدموش السدك. عندنا البنات جوج كيلو ديال القمرون. عندنا شامبينيون نواغ بعد ما فزقناه تقريبا ساعتين، لان تيكون في الغبره دونك كضطر انك تعقدو. عندنا شامبينيون معلب علبه. عندنا البنات خمسه كاوس ديال الثوم. عندنا جوج بصلات كبار قطعين بالكراده بالعشوة. عندنا فرماج غابي دونك هذا تيبقى لي تزيين. عندنا فرماج ساندويش. عندنا ربع دامات ديال الحوت تيبقى اختياري البنات. عندنا تقريبا 200 غرام ديال لاكريم فخاج ديال الطياب. عندنا صوص سوجا. عندنا عطرية الحوت. عندنا عطرية قلي الدجاج، هادي كلشي هاد الجميع العطرية كتباع عند لوازم الحلويات. هادي عطرية تتسمى عطرية بخيتيو دو بولي، عطرية ديال قلي الدجاج. عندنا الهريسة. عندنا فيرميسيل قطعتها تقريبا شي 5 تسوية في الماء، من الأحسن تبات. دونك عندنا الزيت باش غندهنو الورقة. عندنا الكاس ديال الماء باش غنطيبو الدجاج. نبداو البنات بطريقة التحضير. بالنسبة للدجاج البنات غناخدو الخوضة ديالنا كيما ذكرت ليكم جوج كيلو. غنبداو البنات كيما قلت ليكم درنا الدجاج ديالنا هنايا في الكوكوط. غنديرو معلقة ديال العطرية ديال قلي الدجاج. غنديرو ربع كاس ديال صوص سوجا، يعني الدجاج غنديرو نطيبوه بمذاق ديال الحوت. ربع كاس ديال صوص سوجا البنات. غنديرو نص معلقة تقريبا ديال عطرية الحوت. غنديرو كاس ديال الماء. صافي البنات، وغنسدو الكوكوط ديالنا ونديرو الدجاج ديالنا يطيب ونتلاقاو. البنات هانتوما كيما كتشوفو الدجاج بعد ما طاب لينا وقف لينا في المعلقة ديالو. غنزولو غنحيدو دابا من الطنجرة. هالفخيدة ديالنا البنات، دابا الفخيدات غنحيدو لهم البنات العضومة ديالهم وجلدة، تحتفظو فقط باللحم ديالهم. شوفو البنات المعلقة ديالهم، وخا مدرناش لي لا زيت لا والو، ولكن أصلا الدجاج كيطلق لي دم ديالو. صافي دابا البنات غادي نحيدو الدجاج ديالنا ونتلاقاو باش نشوفو باقي المراحل. دابا البنات غنبداو الطريقة ديال تحضير البسطيلة. غناخدو انا كناخد في حياتي ملي تيكون عندي بسطيلة ولا جوج ولا وحدة كبيرة تنطاط من ديال الكابيلة باش نخدم مرتاحة. دوكا البنات غنديرو كاس العلبة ديال الزيت تقريبا تدي كاس العلبة ونص، كما ذكرت ليكم كاس العلبة ونص. كنديرو الزيت ديالنا تسخن. نرميو البنات البصلة حتى يجي يسخن من الزيت. بعد ما سخنا فينا الزيت ندير الصلصة ديالنا. ثم تكاسر بنا جوج بصلات طازين.
نخليو البصلة ديالنا تشحط تيتغير اللون ديالها. البنات كما كتشوفوا الدجاج بعد ما زونا ليه العظام والجلده ديالو، حاتم البنات كانوا طايفات كبار بحال هكا كنقطعوهم لجوج، ماشي هكا كنقطعوهم هكا فوق كنقطعوهم من الوسط. دابا تاني هاد الكبير كنقطعوهم بحال هاد القطع الكبار تيوحلو، دونك تنبقاو نصغروهم شوية صافي نكملو باقي باقي ديال الدجاج، قطع ديال الدجاج نكملوهم. البنات ضروري البصلة كتشحح حتى تبدل اللون ديالها ضروري. هانتوما البنات البصلة ديالنا بدا كيتغير اللون ديالها، يعني اللون ديالنا ولا بني كما كتشوفو. ضروري البنات المرحلة ضروري البصلة ديالنا كتغير ليها اللون، تعطي المذاق في نفس الوقت ما كتبانش في البسطيلة. كما كتشوفوا البنات اللون ديال البصلة، ها بغيت نوريكم اللون ديال البصلة الأحمر. دابا غنبداو نضيفو الشامبينيون. كما تشوفو البنات جوج كيلو ديال الحيبون، إلا حيت جاية القشرة كتولي كيلو لحم. فهمتو العافية ملي كنضيفو البنات الحيبون العافية كتكون عالية شوية. البنات عندي هدا هما الساس 250 غرام، ممكن البنات ديرو فيها مسال تبوالها المطاي، مي من الأحسن المبارد تجي أحسن و كتنفخ في المبارد و تبدليلة كاملة ماشي مشكل. عندي في العطية ديالنا البنات عندنا جوج معالق ديال عطية الحوت، عندنا نص معلقة كبيرة ديال البزار، عندنا الهويسة على حسب الذوق، السوجة تقريبا ثلاث معالق كبار، ثلاث معالق ونص كبار، البنات كنتمنى تجربوها البسطيلة لأن كتجي روعة. الهريسة كتبقى البنات على حسب الذوق، هي من الأحسن كتجي الحوت كيبغي الحار شوية. البنات بالنسبة للضامة ديال السمك هي اختيارية، هي أصلا تجي بنينة بلا ضامة السمك، إحنا بغيو نزكيو المذاق نزيدو ضامة السمك. أنا عندي هاد البنات وكدا قد قلت لكم أربعة قلتها بنينة بلا هنا البنات في الاخير غنضيفو الدجاج. على فكرة البنات شوفوا كيما تقدر لكم فيرميسيل، واخا طبناها في المبارد
يوم فوق كتوصل العافيه كطيح، مي سي ميو تديوها في الماء بارد من الاحسن. كما قلنا 4 السوايع او ليله كامله ماشي مشكل. كما كتشوفوا البنات ما درناش الملح لان ديجا كلشي مالح، العطريه مالحه، السوجه كلشي مالح، ما كنديرهاش نهائيا الملح. صافي وكنت نرجعو الطنجره ديالنا للنار لاننا غنزيدو لاكريم فريش دابا. دابا البنات غنزيدو لاكريم فريش ديال الطياب، بنات بالنسبة للمونتاج ديال هاد البسطيلة غنمونطيها في هاد اللاطة اللي فيها الحفيرات، فيها تسعود ديال الحفيرات. هاد البنات هاد المول خديتو شي دابا شي 9 سنين، دابا حاليا كاينين، انا بغي ننصحكم انكم تاخذوا المولات هاد بحال هاد اللاطات اللي فيهم 6 الحفيرات، يعني 9 تجمعتي عمر ما ديال 45 الطبسي ديال 45. ميتم البنات خذوا اللاطه اللي فيها الحفيرات 6 الحفيرات. هنا البنات كما كتشوفوا الزيت اللون ديالو حمار، هذه مجرد اضافه باش البسطيله ديالنا شويه تكون حمراء. كناخذ هاد الزبده ديالنا ديال الزيت، تقريبا كنديروا فيها معلقه ديال التحميره، ودرت فيها الثومه بودغ ودرت فيها شويه الملحه، لان كما كنعرفوا بان الورقه ديال البسطيله كتكون مسوسه، وكنبغيو نبنوا هذيك الورقه شويه. درت فيها الثومه غبره ودرت فيها شويه التحميره وشويه الملحه والزيت. ومن غادي ندهن لاطه البنات غنضيف المعدنوس، هو باش غادي الورق هذا عفوا باش الورق البسطيله ديالنا. هنا البنات بالنسبه للحفيرات كما غتشوفوا بانني غندير الزيت بالزيت، غنعمر الحفيرات ديالي كما كتشوفوا الزيت هذا تقريبا كندير معلقه ديال الزيت. دابا هاد الخدمة بيدي، دابا البنات غنضيفو تقريبا معلقة ديال المعدنوس كإضافة ديال المالحة البنات ندهنو البنات الورقة ديالنا بالزيت. بالنسبة للبنات أنا كنبغي نشيل البنات اللي أول مرة غيعملو بسطيلة، دائما المسات تحت والحاشا فوق. البنات على فكره الورقه ديال البخار ملي كانت شي ورقه ديال الزيت تكون زوينه، كاين بعض الناس كيديروا ورقه ديال الزيت زوينه حتى هي مزيانه. كناخذ الورقه وتنقسموها على 4 ياك، كل كنعملوا في هذه الحفيره كما كتشوفوا. هانتوما البنات كل حفيره زدنا عليها تقريبا 4 ورقه، غنعمرو دابا كل حفيره غنعمروها بالحشوه، كنضغطو
هو نعمو الحفايات من الولينا البنات. نضغطو البنات صافي. دابا البنات غادي نديرو باقي حشوة من البنات. كل حفارة من عمرنا تنديرو فيها فورماج ساندويش صافي. وغنغطيو الحفارات ديالنا كيما كتشوف بهذا الشكل. كيما قلت لكم البنات خدو المول صغير بطريقة كبيرة البنات كيما كتشوفو البنات. من حطيت الورقة حطيتها بلا اتجاه. دابا غادي نمونطيها بهذا الاتجاه المعاكس. كنسدو ما بين ورقة ورقة كنسدو بالبيض. كنظن كاع البنات يعرفو هاد المسألة. انا كنستعمل البيض بعد ما جمعنا البسطيلة ديالنا. دابا غنبداو نلمطو. الضوء ديال الورقة ديال البخار انها كتعمل بها كما بغيتي. هنا البنات بعد ما مونطينا البسطيلة ديالنا دابا غادي نتبعو بالزلاك باش متنطيحش لينا الفوق. نتقبو مزيان ويكون عندنا البنات الفراس ديجا سخون. ودخلونا نطيبوها على درجة 180 درجة
ما نشعلوش على الفوق، طيب العافيه تحت منا. هنا البنات كنقلبوا المول اللي ديال اللي درنا فيه البسطيله باش كنطيبوها من الفوق، شتي ندخلوها تحمر. غنوريكم البنات الطريقه اللي درت، ها انتما كما كتشوفوا البنات هذه هي اللاطه ديالنا فيها البسطيله. سمحوا لي كنمشي عليها بقطع، دونك كندير اللاطه بحال هكا وكنقلب هذا الشكل هذا صافي، وكندخلوا البسطيله ديالنا تكمل الطياب ديالها. تلاقاو البنات من بعد. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. في الحقيقه البنات خاصكم تجربوها ان شاء الله لانها روعه روعه، وبصحتكم وراحتكم. كما قلت لكم البنات حاولوا تاخذوا المول ديال هذا الشكل هذا يكون صغير، وان شاء الله البنات غادي ندير لكم يعني انواع ديال هذا الليمون. غنغير لكم كل مره ندير مونطي لكم بسطيله في المول جديد. والبنات ما تنساوناش باللايكات والبارطاج والتعليق، اللي عنده شي ملاحظه البنات خليها ليا في التعليق. ونتمنى ان هذه البسطيله تنال اعجابكم وبالصحة والراحة، ونتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونجيكم بالجديد البنات. يلا البنات بالصحة والراحة، تبارك الله عليكم.